ومن أخطر ما ينادي به الأشرار اليوم من دعاة الضلال تأثرا بدعوة الكفار نزع الحجاب عن المرأة، يريدون أن المرأة تنزع الحجاب الذي أمرها الله به وأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه صيانتها وكرامتها وحفظها. ينادون الآن بنزع الحجاب وأن تكون المرأة المسلمة مثل المرأة الكافرة، يريدون أن تنزل المرأة المسلمة من عليائها وكرامتها وتكون مثل المرأة الكافرة، مبتذلة مهانة لا يحفظ لها كرامة. ما دامت المرأة عندهم شابة يستمتعون بها بالحلال والحرام ولا يصونونها، وإذا كبرت سنها ألقوها في الملاجي، ما له أسرة، ما له بيت، ما له أولاد، تلقى في الملاجي وتلقى في بيوت المسنين، ما له من يراعيها، أو تعيش وحدها ما عندها أنيس، تمرض وتموت ما يدرى عنها، ليس عندها إلا كلب تربيه يونسها الكلب. هذه المرأة عند الكفار وفي الغرب، أما المرأة عند المسلمين فكما تعلمون المرأة سيدة البيت، راعية البيت، مربية الأولاد، حافظة لمال زوجها، لها سيادة ولها مكانة، مكرمة مصونة، لا تسافر إلا ومعها ذو محرم يمشي معها، ما يحميها ويحفظها ويخدمها، ما تختلط مع الرجل، ما تخلو مع رجل لا يحل، ما تخلو إلا مع رجل من محارمها أو رجل تحل له كزوجها، مصونة لا تختلط مع الرجال وتزاحم الرجال. هذه المرأة المسلمة التي تحتفظ بكرامتها ومكانتها عزتها. ولذلك صار مجتمع المسلمين ولله الحمد مجتمعا طاهرا نزيها، الرجال يعرفون أعمالهم والنساء تعرف أعمالها، وكل يقوم بعمله اللائق به ويحصل التعاون. إذا ضيعت المرأة وأخرجت عن طبيعتها ضاع المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس ذلك في صالح المرأة، هذا مضرة على المرأة، مضرة على المرأة، إنها تشتغل طول النهار في العمل، تكد وتكدح في المصانع، في المتاجر، في الوظيفة، وهي امرأة ضعيفة تحيض وتحمل وتمرض، ما تستطيع. فهم يريدون أن يغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن أنى لهم ذلك، لا تبديل لخلق الله أبدا. الله خلق الرجال وخلق النساء وأعطى كلا ما يليق به، فليحاول يغير خلق الله لن يستطيع هذا، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وما يراد بهم.